بالأمس كان العراق، اليوم أيضا السودان، ربما يتكرر ذات السيناريو. Our common goal to make every possible effort to stop them. هل ستسكت مصر؟ هل ستصمت على أمنها الاستراتيجي المعرض للخطر الآن؟ الشعب المصري كل عام. الشعب العربي لن يتسامح مع أي نظام يمكن أن يفرط في أمنه القومي الاستراتيجي. ماذا أنتم فاعلون؟ هل ستصمتون؟